كان في اتجاه ان يبقى في مران قبل سفر البعثه النهارده، لكن تم الاستقرار في النهايه طبقا لرؤيه الجهاز الفني ان النهارده كمان ما بيبقاش في مران، ويبقى المران بس عباره عن تدريبات استشفائيه في الجيم. وبدايه من الغد ان شاء الله باذن الله تعالى الفريق يبتدي تدريباته القويه جدا على مدار 48 ساعه، سواء بكره او بعد بكره قبل مباراه يوم الخميس باذن الله تعالى. نتمنى لهم يا رب يا رب كل التوفيق. مباراه طبعا صعبه جدا جدا. خلينا نتكلم ايضا على ان في كوره خاصه هيتلعب بيها مباراه السوبر، وده اللي تم الاعلان عنه من قبل محمد فضل عضو اللجنه الخماسيه بالاتحاد المصري لكره القدم، وتم الاستقرار عن الكوره طبعا من شركه كبيره جدا، شركه عالميه هي شركه بوما، والكوره دي عليها شعار السوبر وشعار الاهلي والزمالك، وهيتم طبعا لعب هذه المباراه من خلالها. وبالمناسبه هي دي الكوره اللي هيتم الاستعانه بها في ما تبقى من بطوله الدوري بدايه من الدور الثاني، وايضا بطوله كاس مصر، يعني هتبقى كره رسميه للدوري المصري فيما بعد، بعد طبعا ما تم الاتفاق مع الشركه اللي هتصدر هذه الكور.